كان ميلان واجه فريق زي ما بيقولوا المكنه الهجوميه بتاعته خطيره جدا جدا، ودي المشكله. غير كده يعني ده حيوريك، انا نتكلم بواقعيه في الفتره دي، ده الفرق بين الدوري الانجليزي وباقي الدوريات صراحه. يعني الدوري الانجليزي خلاص اصبح دوري عالي عالي بطريقه ما طبيعيه، فيه اي شيء عالي، قروشه عاليه، لاعبينه عاليين، المنتج بتاعه عالي جدا، المدربين عاليين جدا جدا، الفكر في الدوري الانجليزي عالي. يعني بالمناسبه حيتسيد البطولات اكيد 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 الان في الفتره الحاليه، اكيد اكيد، لانه المنتج عالي، الدوري عالي شديد يعني عالي. فانا داير اقول انه ليفربول بالمناسبه لعب بكميه من البدلاء، ما لعب بالصف الاول كامل، واضف الى ذلك احتفظ بالقوه الهجوميه اللي بتخلص له، وشوف فكري ما طبيعي، احتفظ بصلاح وماني معاهم كميه من البدلاء. فريق بيعتمد على القوه، بيعتمد على الارتداد السريع، بيعتمد على الضغط على الخصم بطريقه اعلى ما يكون. انا كان ممكن يعني بجد العذر لميلان بالمناسبه، لانه بالنسبه لي ميلان برضه فريق متطور حديثا، يعني السنين اللي فاتت ميلان شويه كان بعيد، بدوا يجهزوا فريق كويس، موقفه في الدوري بيبقى كويس، بس الدوري الايطالي برضه ما بالقوه اللي بتلقى فيها ليفربول في الدوري الانجليزي. للاسف الشديد ميلان فرط، وانا اعتقد ما كان في افضل من كذا، لانه من وجهه نظري برضه الشخصيه انه اتلتيكو مدريد يستحق التاهل، لانه شخصيه اتلتيكو مدريد بدات ترجع. لا، وضيف على كده حنشوف اتلتيكو مدريد لقدام احسن من كده كثير كثير جدا جدا، بعكس الميلان. انا اعتقد ما الفريق اللي حيقدر ينافس على بطولتين مختلفين، لانه الفريق انا بقول فريق جديد لسه في طور النمو لسه لعيبته. مين ميلان يعني؟ ميلان يعني.